أمور يعني أول ما إجوا تحسها طيبة جدا جدا، تحس إنه فعلا إسلام. قلنا نروح على الجامع، يعني مسويات، يجي شرعي يعطي كان يعني دروس قرآنية كذا، هاي كان هو يخطب أو يعطي درس في العالم هيك، يعني ينصحهم إنه على الدولة الإسلامية وكذا، أو الدولة على حق وما تظلم وكذا، وتاخذ وتعيش، يعني تاخذ راتب وتعيش بيه. نصحني انه اصير بالدولة. يوم فرزونا اني قال لي انت امي، يعني حطوني حرس للحسبة. باليوم يجيبون يعني شي 100 شخص، هذا رجال، يا دخان يا اما مثلا تكون مرته مو منقبة، زاد يجيبونه فوتونهم جوا على جلد وقتل، نهارين ثلاثة يعيقونهم، نهارين ثلاثة. السجن بيت تقريبا 475 سبايا، يزيديات، بي من العراق، ببعضهم يقاتلون مثلا مع الجيش العراقي جوازهن، ياخذونهن، بي من سوريا نفس العملية. خيو يوم فتنا على الكوريدور انا انصدمت، يعني ضحك كله نساء. قسم اليزيديات، والله مرة نسوان يبكين، ليش تبكين انت؟ تقول لي عفت ولدي صغار، يعني عمره شي سنة سنتين وجابوني ليه جاي؟ هذا اسلامكم انتو؟ تقول لي. كان اقول لا حول ولا قوة، وحطيت بارودتي على كتفي كان اطلع اوقف على الباب، يعني ما كملت في الجو. هذول اليوم جاءهم خبر انه جاء امر تسليمكم سبايا، بالكوريدور اسمع اصوات وكذا، وفرحانين يعني الفرحه. قام العسكري يجيب كل 10 مهاجرين، طبعا من كثرهم ما يصير دفعه واحده يفوتون على السجن، لا تا ما يصير، يجيب كل 10 يفوتون، احنا نكون برا على الباب، يفوتون على الكوريدور، يختارون ينقون السبيه، كل من يختار سبيته تلهم من ايده وتطلع. وعلى ظلهم 3 ايام على المكوك هذا، كل واحد يتف واحده من ايدها وتطلع. نصحنا قال اي كلمه تطلع لبرا تكنيكو راسك ينقطع. اولا نفس سجدة المساجين انه حاطين بمخهن النساء جمال كافتهن انه انت راح ينذبحن، انت كفار، انت ما عند شيء من الاسلام، انت على الذبح يعني. تا يوم تصير شغله السبايا يتهون عليها انه احسن انه تفكر انه اشوى من الذبح. طبعا شوفها قاعده بالزاويه ذالة نفسها، مطي راسها بالأرض، عينها ما طلع لفوق وعينها بالأرض، دمعتها بعينها، وظل هيك تنام، حتى نوم ما تنام يعني نظامي، تلقاها بالزاوية عاملة هيك ونايمة. يوم نشوف المنظر هذا مشتهي تقتلهم كلهم، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. قبل ما أنشق صارت معي حادثة، إنه فات هذا السوداني، اختار واحدة عمرها 15 سنة، والله اغتصبها وصار معها نزيف، وجابوا سيارة إسعاف وأخذوها، صار معها نزيف داخلي وتوفيت هاي. طلعوها برا وقالوا ما حد يتكلم شي خالص، السبايا سبايا واعملوا ما يحلو لكم فيه، يعني ما نقدر نسولف شي خالص. وفكرت بالانشقاق، يعني عاد أنا بلشت أفكر إنه أنشق يعني. ايه انا خيو طلبت اجازة انه رحت 3 ايام على البيت ارتاح، بعد ما ظليت اسبوع نزلت على البيت، حسيت حالي تعبان، ماني مرتاح، مالي نفس اكل، يعني الواحد يعتبر انه خواته، يعني ليش كذا يصير؟ ارجع على مكتب، والنهار الثاني نزلت انا على البيت، يسألوني خواتي ومرتي انه شو قصتك، يعني انت كأنه بشي ما تتحكي يعني وكذا. حكيت لهم القصة كلها انه هيك وهيك صار وصار، قالوا لي بأسرع وقت لازم نطلع على تركيا، لأنه إذا صار شيء عليك أنت ممكن نروح احنا زاد، يعني مو بس هذين أخواتنا الراحة. كل فترة أحلم إنه معرتين راسي يذبحون بس سكين وفز من النوم، هاي قام يصير معي. لا والله إذا أفكر، لأنه ما يروح الكابوس هذا، ما يروح، بده يضل بالذهن يعني ما يروح. إذا فكر بيه يتعقد، وأنا أحاول أنسى يعني، كابوس ما ينسى يعني. شوف تتذكر إنه
المرأة شنو قاعدة بالزاوية، دمعتها بعينها وما تقدر تعمل شيء أو كذا، ما تقدر تنسى. أنصح كل الشباب العرب إنه لا يجون على سوريا، اللي بده يجي على الدولة الإسلامية يحط بباله اغتصاب وقتل، وقتل الفقراء، قتل المساكين، ترى ظلم وبظلم. وإذا تفكر بس تجي وتفكر تريد ترجع راح يقتلونك، يعني ما بمفك، بس فتت بالرمال اعتبرها رمال متحركة، بس فتت غصت، ما هي دولة إسلامية. هذا اللي أحكي يعني.